أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. علمت صفحة سيب صالح من مصادر مقربة من الهيئة الوطنية للمحامين أنه وبعد فضيحة قضية الكوكايين والتي تورط فيها وجوه رياضية وفنية معروفة، قررت إحالة المحامي المثير للجدل منير بن صالحة على عدم المباشرة في انتظار إحالته على مجلس التأديب من أجل تهم السمسرة والتوسط في الرشوة، وذلك بعد ثبوت شبهة التلاعب بالتحاليل البيولوجية للمهتمين في القضية. كما إضاف نفس المصدر أن وفي انتظار تقرير التفقدية بوزارة العدل الذي سيكشف المستور وحيثيات التلاعب في هذا الملف، ستحسم الهيئة وستتخذ القرارات التأديبية الرادعة في شأن منير بن صالحة. منقول عن صفحة سيب صالح.